موجز لأهم الأنباء كنقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. رفض المجلس الدستوري إحداث مجلس النواب لجنة دائمة لمراقبة وتدقيق الإنفاق العمومية تسند برئاستها إلى رئيس مجلس النواب، وذلك بهدف مراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا ذلك غير مطابق للدستور. وأوضح المجلس الدستوري في آخر قرار له حول مدى ملائمة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور أن ما نصت عليه المادة 55 من نظام مجلس النواب من إسناد رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي إلى رئيس مجلس النواب، وعلى اختصاص هذه اللجنة بتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تعمل تحت مسؤوليتها غير الدستوري، مشيرا إلى أن ما ستقوم به هذه اللجنة يستفاد من أنها تدقيق الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة. علم لدى السلطات المحلية بمدينة أسفي أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين بجروح خطيرة مساء الثلاثاء في حادثة سير وقعت على طريق الوطني الرابط بين أسفي وصويرة على مستوى جامعة 2 الغيات التي تبعد ب 46 كيلومتر جنوب شرق أسفي. وأوضحت المصادر الطبية بمستشفى محمد الخامس أن 3 من المصابين لفظوا أنفسهم بمكان الحادث، فيما توفي 2 آخرين عند نقلهما بسيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن شخص آخر فتاة ورجل يوجدان في شخصين عفوا آخرين فتاة ورجل يوجدان في حالة خطيرة. في الشرق الأوسط استأنف مفتش الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا مهمتهم اليوم، وذلك غداة تعليقها بسبب مخاوف أمنية. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المفتشين غادروا الفندق الذي يقيمون فيه بدمشق قرابة الساعة 10 صباحا في موكب مؤلف من 6 سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة من دون أن يكون في الإمكان التحقق من وجهتهم. توفي سعودي مصاب بالفيروس التاجي كورونا في حين تم تشخيص إصابة آخر في المملكة التي سجلت حتى الآن 42 وفاة، وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس لمواطن في حفر الباطن يبلغ من العمر 38 عاما كان يعاني التهابا رئويا حادا. في الخبر الرياضي، وقع يوم أمس اللاعب مروان زمامة في كشوفات الفريق الأخضر رسميا لعقد يمتد إلى موسمين يحمل فيه اللاعب القميص رقم 55. وكان زمامة من المنتظر أن يوقع للفريق الأخضر رسميا صباح يوم أمس في 10 صباحا، لكن تفاصيل صغيرة أجلت ذلك للمساء. بهذا الخبر نختم وإياكم الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.